لسه معكم نوفمبر 2017 بيبر 6 فاريان 2. السؤال الثاني اف بيقول لي suggest an improvement to the apparatus. ركز بقى، هو لان هو اوقات يقول لك improvement to the apparatus، اوقات يقول لك improvement to conditions او to the experiment conditions. يعني to make it more likely that theta f would be the same. احنا اتفقنا يا جماعه ان انا عندي مشكله في الاكسبيرمنت، ان الثيتا فاينل درجه الحراره الفاينل للاكسبيرمنتين ما طلعوش زي بعض. طب ممكن تمبروف الموضوع ده يا جماعه؟ ابسط حاجه، ما دام الاكسبيرمنت ثيرمال، الانسيوليشن بيحل معظم المشاكل، لان بنسبه كبيره جدا جدا مشكلتك هتكون في الهيت لوس، فالانسيوليشن هيقلل الكلام ده كله، او انك تستخدم مثلا غطاء. فهنقول يوز ان انسيوليتنج ماتيريال تو انسيليت ذا بيكر فروم ذا سراوند. السؤال جي، طيب suggest a condition. ركز ان السؤال اللي فات قال apparatus مش condition. not included in your answer to f، غير اللي انت يعني ما تقوليش sim مش عارف او insulation، that you would control to make it more likely that theta f would be the same each time. بصوا يا جماعه، انا عندي مشكله هنا، انا عندي مشكله. طبعا هنا ما ينفعش تقولي insulate الاكسبيرمنت الاولاني والاكسبيرمنت والانسيوليت الاكسبيرمنت الثاني. لو لاحظت، لو بصيت في السؤال من فوق، هتلاقي ان temperature الهوت ووتر في الاكسبيرمنت الاولانيه كانت 86، و temperature الهوت ووتر في الاكسبيرمنت الثانيه كانت 84 مش 86. طيب ده طبعا هيسبب ان في فرق، لان خدوا بالكم كل ما الجسم كان سخن كل ما سرعه الكولينج في البدايه بتكون اسرع. فاذا بكل بساطه هنقول والله احنا هنحاول قدر الامكان ان درجه الانيشال تمبرتشر بتاعه الهوت ووتر في الاثنين تكون هي هي. حاجه كمان يا جماعه، السراوند لما يكون عندك البيكر كده اهو ماشي، ودرجه حراره اللي بره يكون هي هي في الاكسبيرمنت الاولى في الاكسبيرمنت الثانيه، يبقى نقول له سيم انيشال تمبرتشر في الاثنين. وممكن تقول له كمان ان سيم تمبرتشر اوف ذا سراوند، ده كلام الراجل هنا، سيم ستارتنج تمبرتشر اوف هوت ووتر او كولد ووتر كمان، وسيم روم تمبرتشر، لان كل ما كانت الروم مثلا كولدر كل ما الهيت لوس بيكون اسرع.